تصيب أمراض الجلد حوالي 900 مليون شخص سنوياً على مستوى العالم وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، مما يجعلها واحدة من أكثر الأمراض شيوعاً عالمياً، وتشكل هذه الأمراض ما بين 10 إلى 15% من إجمالي زيارات الأطباء حول العالم. يؤثر حب الشباب على حوالي 85% من المراهقين والشباب، وقد يستمر أحياناً إلى ما بعد مرحلة البلوغ. أما الإكزيما فهي تصيب ما بين 10 إلى 20% من الأطفال في جميع أنحاء العالم، وحوالي 3% من البالغين، وتؤثر الصدفية على حوالي من 2 إلى 3% من السكان عالمياً. إضافة إلى ذلك، يعد سرطان الجلد من أكثر أنواع السرطان شيوعاً، ففي الولايات المتحدة يتم تشخيص أكثر من 5 ملايين حالة سنوياً. ويعد سرطان الجلد غير الميلانيني هو الأكثر شيوعاً، ولكنه أقل فتكاً، في حين أن الميلانوما يعد أكثر خطورة، ويتسبب فيما يقرب من 60 ألف وفاة سنوياً على مستوى العالم.